قلبه ذبحنا وانا سامحة بس كنت اصلي خير ان شاء الله خير خير بس لا تنسى الليلة يا مع الشباب شقت خالد لا مو ناسي بس وصف لي وين مكان الشقة لانه من تحول من شقة القبلية ما رحت له لا لا ما ضيع شقته انت مكتبة المنامة ثاني دفة يمين العمارة كويسة خير إن شاء الله مسافة الطريق جاية مع السلامة هلا والله هلا بالحلو حياك تفضل ايش فيك قاعد اقول لك حياك تفضل هني خالد عفوا عليك اكيد خالد هني وسلمان وسليمان كلنا بالشقه هني خالد او لا ايش فيك معصب يا حلو ما له داعي العصبية خير يا طيب في شيء؟ هني شقة خالد شكلك مضيع كلنا مضيعين على ايش الدور؟ 301 بس شكلي مضيع في العمارة إيه لأن نحن ما عندنا واحد اسمه خالد زين انطر انا يعني معك ايش فيك اخوي؟ ترى ما صار شيء ليش ما ترد؟ ترى وايد صاير اوفر كلها بنية وشفتها لا شرب خمر ولا كليت خنزير يا حبيبي سهلك تسهل وصعب عن الصعب الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير
أكمل.
حياة؟ شفت السيارة اللي وقفت عند الحلقون؟ هذي زوجها رجع من الهند علشان ياخذها معه. الطم دائما تطيب، تشوف الناس، تتعرف على الناس. تدرين؟ أنا ودي تهب علينا روح قوية وتشيلنا معاها ونطير لبعيد. ايوه ما ادريش فيها يا حمدي، من تحط لقمه في حالك رجعت على طول.
البنية مسكونة وأنا خايف الجن اللي فيها يطيرها إيدي واللي في بطنها. فالطوم طارت مع زوجها بجناحاتها. أبويا بيطيرني بدون جناحات. أنا ما أبي. قمي قولي لهم أنا ما أبي. إذا طرتي أنا بطر وياك.
في بعض الأحيان تكون الحياة جدا مهمة، نفس القصة تتكرر كل يوم كل يوم، كأنك تعيش كابوس. العجيب أنك مضطر تواصل ولا تدري ليش. يمكن ما تقدر تتخلى عن أحلامك، احتمال، أو يمكن في بالك شغلة ودك تنفذها وهي تعني لك كل وجودك وشخصيتك ومكانتك، ولهالسبب تبذل كل طاقتك عشان تحققها، لأنك بدونها وببساطة غير موجود. تواصل يعني لازم تواصل. مرات وايد تكون هالأمور اللي رابطين حياتنا فيها عالية فوق فوق، ومهما ضغطت على نفسك حتى توصل لها أو تنفذها إلا أنها تعرضك لمواقف بايخة وأنت في غنى عنها، أو حتى يمكن تعرضك للخطر. لكن في النهاية كل اللي يهمنا هي النتيجة، وأن تكون عندك القدرة توقف بعد أي طيحة. ونفس القصة تتكرر كل يوم، نفس الويوه، نفس المواقف، ونفس ردات الفعل. ونفس القصة تتكرر مثل فيلم هندي، تعرف الأحداث من أول مشهد وتتوقع متى بينطق البطل وشلون بينتقل وأي حزة بيطق المطر، والنهاية طبعا لازم تكون سعيدة.
تدري، في بعض الأحيان الواحد يقدر يتخيل أمور، الأمور اللطيفة يعني، واللي تخليك تحس إنك ظريف وخفيف وحتى جميل، وإن الحياة قاعدة تبتسم لك وظروفك قاعدة تتحسن. لكن الحياة مو قاعدة تتحسن، لكنها ماشية عادية، وايد عادية. احتمال ان الاستمتاع بالامور اليومية والعادية هو اللي يخلي الحياة تبتسم لك. يمكن مثل ما تقعد مع زملائك بعد ما ينتهي الدوام على طاولة واحدة وتتناولون وجبة محترمة وساخنة وتتبادلون الأحاديث وتضحكون وتفكرون وين بتسهرون. ومن أهم الأمور أن تنرسم ابتسامة عريضة على وجه أي إنسان بعد تخفيف أعباءه. بسرعة بتكتشف شيء واحد، انك تعبت وتعبك وصل لدرجة انك ما صرت تحس او تهتم باي شيء. انت بس تبي تخلص كل الاشياء اللي عليك، تنهيها وتعيش بهدوء، بدون حنة، بدون ازعاج، بدون تفكير وقلق، بس تبني مخرج. انت ما تبي الا ترجع البيت، تفلت روحك على اقرب كرسي، ويمكن تاخذ لك دش بارد، ويمكن بتجابل التلفزيون. مو مهم شنو تتابع، المهم انك مسترخي ومرتاح. تشوف مباراة برشلونة وتاكل حب شمسي، تفتح على مسلسل تركي وتمزح دموعك، المهم انك في البيت اخيرا. لكن اللي ضايقك ان زوجتك تفاجئك. مرات وايد تكون الحياة جميلة، ومرات أكثر تحس إنك لازم تأخذ موقف وتكون ريال.
أشياء صغيرة ممكن تأثر في حياتنا غير ما ندري. ساعات نحبها، ساعات واجد نندم عليها. جرثومة صغيرة ممكن تسبب لك إسهال، واحدة ثانية تشابهها ممكن تخليك مسخن وما تشتهي شيء في حياتك. حتى الحيوانات المنوية والجينات ممكن تنتج واحد نزيه وحقاني وغيره ظالم، وإن كانوا من نفس المصدر. يمكن تطوف في شارع حمراء وتقتل نفس بريئة أو تدفع غرام. في النهاية قانون المحاسبة مفروض عليك، سواء في حياتك أو بعد ما تموت.
الخير. صباح الخير. نفسكم شيء؟ لا الحمد لله ما ناقصنا شيء. يلا مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخوي. كيف الحال؟ الحمد لله. ومن عادة الباص يتأخر للوقت، يمكن الازدحام والطول هي اللي أخرته، بس في النهاية أكيد بيوصل وينقلنا من محبتنا إلى المحطة اللي نبيها. مثل حياة الإنسان كلها محطات، ممكن تكون ممتعة وسعيدة وممكن تكون مظلمة وكئيبة، بس في النهاية راح نوصل لأي محطة فيهم على دي. لا تقلق أكيد بيوصل. عندك 10 دقائق شبه أغراضك، الإدارة قررت فصلك، يلا حرك بسرعة.
السلام عليكم. Thank you.
كل بركات السماء نزلت، بس انتم ما تشوفوا بلومكم علي، ما تشوف الخير طريق، الملح طريق النجاة، وانتم غرقانين في البحر. في بلادي كنت صغيرة، كانت أحلامي تكبر معاي، أشوفها في عين أبوي في سنابل مزارعنا، بس المطر غاب وتحولت ليالينا إلى صابرة. يمكن موتك يطهرهم وينظف قلوبهم، يمكن لاب محتاجة حق دمج علشان تصير خطر وتزهر مرة ثانية. Oh.
أحد إبراهيم جايب لنا اليوم جايب لك بسي جايب لنا حشيش يا بس وتقول بسي شفيك استجنيت من يوم ماتت بنتك بنتي ما ماتت انت قتلوه Thank you.
سهر عليكم. طوفان جاي وانتم نايمين. صار ابراهيم الهلال وانتم عطشان. النجاة ماجد الساحل وبلاد بلاي عيون عيال معك صابر كانت عيونها صابر الملح عليكم صابر كانت الملح صابر الملح عليكم الشباب نفسهم المخرجين والممثلين هم بحبهم وشغفهم بالسينما دفعهم لإنتاج هذه الأعمال بالرغم من غياب الإنتاج السينمائي في البحرين. طبعاً نحن نأمل أن يعاد الاعتبار مرة أخرى للإنتاج أو صناعة السينما في البحرين ومنطقة الخليج العربي. راح نلتقي الآن بأربعة من المخرجين الذين حضروا في هذه الأمسية. راح نحاورهم لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم يمكن مداخلاتكم أيضا. معنا المخرج عمار الكوهجي. المخرج فيلم سكون. أيضا المخرج أحمد الفردان، مخرج فيلم لايف. أيضا المخرج محمد إبراهيم، مخرج فيلم صبر الملح وهو الفيلم الأخير، وهو الفيلم الذي حاز على بعض الدعم من المحافظة الشمالية. الآخر رابع المخرج محمد شويطر، مخرج فيلم سلاح الأجيال. أنا سأدع الإخوان يتحدثون مدة ثلاث دقائق، كل منهم ثلاث دقائق يتحدث عن عمله، ثم نفتح باب الحوار لنصف ساعة على اعتبار داركنا الوقت. تفضل أستاذ عمار. السلام عليكم. فيلم سكون هاي تجربتي الثالثة أنا بعد تجربة فيلم بالأمس. تجربتي الثانية مع المخرج عباس كوستاني، كان لي فيلم ثاني اسمه أحبك.
وهي تجربتي الثالثة. خلصت الفيلم، شاركت في أول مهرجان في مهرجان الخليج، تقريبا شاركت في 12 مهرجان وحاز على جائزة لجنة التحكيم في المغرب أو تنويه خاص في مهرجان إسماعيلية في مصر، وشارك مهرجانات في أوروبا، في السويد، المكسيك، اليونان، إيطاليا، وعدة مهرجانات ثانية. طبعا التجربة هذه كانت بعد تجربة قمت في ورشة تدريبية مع الأستاذ عباس الرسمي في العام الماضي في الإمارات، وقعدت أشتغل معاه مدة 10 أيام في هذه الورشة. أنا استفادت كثير في الورشة، كان عباس الرسمي مخرج كبير لباع كبير في فن السينما، وكان عنده عالم خاص بعالم السينما، والحمد لله توفقت في الفن. احنا من سردان مخرج فيلم لايك، ومثلت في فيلم بي امان. انا طبعا اشتغل في مجال التلفزيون اكثر، مجال المسلسلات اكثر. هذه يمكن التجربة الاولى اللي اشارك فيها في مهرجان بحر البحرين. يعني عندي بعض التجارب القصيرة بس يعني على اطار محدود. فيلم لايك طبعا اشتغلنا عليه بميزانية صفر، يعني ما بميزانية، ما أريد أن يقدر يحصل دعم كان ولا لا. الفكرة واضحة أعتقد. من جانب ثاني الفيلم مقرر نشارك في مهرجانات، وراح ينعرض بعد بكرة في مهرجان كرامة في الأردن. بس محمد إبراهيم مخرج فيلم صبر الملح. بداية أقدم جزيل الشكر إلى الملتقى الأهلي وإلى كل الحضور. طبعا هاي بادرة طيبة من إدارة الملتقى، بالإضافة إلى أن احنا فخورين جدا بهذا الحضور، لأن من النادر نحن نشوف ونلاقي أو نلتقي مع حضور هالكم في مملكة البحرين، فهي شيء جميل. بداية أقدم جزيل الشكر إلى كل الحضور. ثاني شيء حبيت أتكلم عن صبر الملح، هو فيلمي السابع تقريبا مشاركتي. طبعا هذه المشاركة الثامنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. شاركت في العديد من المهرجانات بهذا الفيلم وغير الفيلم، ابتديت من عام 2005 إلى اليوم. طبعا التجارب الأولى كانت تجارب متواضعة نوعا ما، لأن ما كان فيها أي دعم وأي اهتمام، لكن بعدها حاولت أتواصل مع المخرجين، مع المهرجانات دائما. اشتغلت مع المخرج بسام دوادي أيضا، مساعد مخرج تحت التدريب في فيلم حكاية بحرينية، وهي أضاف لي الكثير أيضا، بالإضافة إلى الإنجازات اللي حققتها، جائزة أفضل فيلم خليجي في مهرجان الشرق الأوسط في المسابقة العامة في قسم مسابقة أفلام الإمارات، بالإضافة إلى الجائزة الثانية في مهرجان خليج السينمائي في 2012، بالإضافة إلى مهرجان أبو ظبي للأفلام مؤخرا في المركز الثاني في قسم الطلبة. فالحمد لله رب العالمين على التوفيق، وإن شاء الله نواصل في هالمجال دائما. السلام عليكم. أرجو أقدم كل الشكر للحضور على حضور هذه الأفلام. معكم محمد جاسم اللي هو مخرج فيلم سلاح الأجيال. طبعا سلاح الأجيال هذه يعني هو تجربة لي أنا في الجرافيك، يعني من وين كان لي خبرة أنا في مجال الجرافيك وتصميم الإعلانات، يعني يمكن 15 سنة تقريبا. هذا الفيلم يعني هو أول انطلاقة لي في صناعة الأفلام. أنا كانت عندي خبرة في ناحية المؤثرات المرئية والجرافيكس، بس يعني لازم كنت يعني أفكر بلحظة أن أصنع فيلم يكون الثامن، ممكن أنا أبتدي بطريقة تكون عندي خبرة. بس الحمد لله يعني فكرة سلاح الأجيال اللي هو يتكلم عن الشخص اللي هو الأستاذ يحيى عبد الرسول، هو يمثل البشرية إنه شلون يقدر يحاول إنه يقدر يصبر على الحروب والأمور اللي تصير في العالم، لكن الحروب اللي قاعدة تصير في العالم تدمر كل شيء ونرجع للصحراء. يعني هاي فكرة. والفيلم يعني شارك في
يعني عديد من المهرجانات وترشح عديد من المهرجانات وفاز في المركز الثالث في مهرجان الخليج وحاز على افضل المؤثرات البصريه في امريكا في مهرجان العائله في هوليوود. يعني كانت منافسه قويه بالنسبه لافلام يعني دوليه انه يفوز الحمد لله بافضل دول الفيلم. الحمد لله يعني فكره بسيطه يعني توصل رساله للعالم. شكرا. شكرا زملاء الاخوة. الان الى احد ممكن نحاورهم بس مدة نصف ساعة من الان ناخذ مداخلات. يعني ارجو الاختصار لانه إذا أمكن ناخذ أكبر عدد من الأسئلة فبذلك أرجو الاختصار. شغل؟ أوكي. مساء الخير. في 1982 رحت لطوكيو في اليابان في استوديو في كيوتو. كيوتو هي العاصمة القديمة لليابان. واحدة الاستوديوهات اللي يصورون فيها الأفلام اليابانية. الله يرضيكم ان شاء الله. وانا لما رحت هناك ذكرني عن فيلم انتج في البحرين في سنه 1000 في القرن الماضي 1968 وكان مدته ساعه ونص. فطبعا في البحرين في سنه 68 لما انت تسمع عن بحرينيين انتجوا فيلم يعني واحنا صغار نروح السينما ونشوف افلام الهنديه والامريكيه يعني. وانا في كيوتو تذكرت ان هذا الشعب البسيط يعني عنده طاقه انتاج تنتج بشر. يعني في عصر الظلمات في البحرين الناس تفكر تنتج افلام وتسوي. يعني كانت فكره في وقتها في الامكانيات البسيطه في ال 35 ملم يعني في وقتها او 8 ملم بعدين جا 16. فأنا أبغي أحييكم لأن هذه البلد أنا دائما من خلال اطلاعي على العالم أعتقد أن هذه بلد عظيمة وأحب أشكركم. شكرا. أنا أفكر راح أركز المداخلات على تجاربهم الأفلام اللي شفتوها. تفضلي دكتور. شكرا. يعني أنا أحييكم صراحة يعني شغلكم رائع. يعني أربعة لكم قوة بالنسبة لنا أن نؤمن أن السينما إن شاء الله يعني تطلع بالمكان اللي تليق بها وتليق بمملكة البحرين. يعني اللي شفنا المؤثرات الصوتية السيناريو التصوير يعني كلها يؤهلكم أن تقدمون عمل سينمائي بمستوى أي سينما يعني نشوفها عربية أو عالمية حتى. فيعني أنا بعرف أنتوا يعني الأبواب اللي تطرقونها والصعوبات اللي تمر عليكم. أنا عارف أن المال الخليجي جبان في مسألة الاستثمار في صناعة السينما، بس أنا بما أن موجود عندنا شركة سينما و الأخ بسام الزوالي يعني حصلت لتجارب بروحها يعني فيعرف معاناتكم. فأنا أعتقد أنه يعني أبي أسمع منكم يعني الحين شنو اللي يمنع أن يكون أربعتكم ممكن تتعاونون في إنتاج فيلم يعني بوقت ساعتين ساعتين ونص يعني بحجم السينما اللي نشوفها يعني ويكون يعني فيلم استثماري يعني لا عوائد مو فيلم فقط يعني مثل الرسائل الصغيرة الجميلة اللي شفناها. شكرا. إبداع الشباب البحريني ما له حدود، هو يعني مو شيء جديد ولا غريب. سؤالي في كل فترة
تمر فيها البلدان او العالم مثل الحرب العالميه الثانيه صارت وما خلفتها من دمار، اسست مدارس فنيه سواء في الهندسه المعماريه او في الروايه او حتى في الفن وحتى في تصميم المباني. احنا مرينا في فبراير بازمه طاحنه ويعني ما في احد يقدر يغض النظر عنها. يمكن تجربه اخونا الفنان الفردان خلال عمله سلط جانب من الضوء على اللي صار، لكن سؤالي الى الاخوان في المنصه ان الى اي مدى هذه الازمه اللي مرت فيها البحرين ممكن في السنوات الجايه نشوف اعمال جريئه ما تخاف من طرق الخطوط الحمراء اللي صارت، والى اي مدى ان الازمه اللي صارت تحفر في البحرين مدرسه فنيه؟ احنا شفنا مثلا الدول برا اماكن او منشات، شيكاغو مثلا هي حريق ودمر مباني كبيره، قام العمده مال شيكاغو دعا امهر المصممين والمهندسين المعماريين وصمموا اجمل ناطحات السحاب، بحيث تحولت شيكاغو اليوم الى يعني مدينه من ابدع المدن. احنا شاهدنا مثال تهديم لبعض دور العباده وبنت بعضها الدوله، بنت بعضها بعدها بجهود معينه. وسؤالي ان ليش ما اسست مدرسه معماريه في تصميم هذه الدور الجديده تارشف الى مرحله معينه؟ يمكن في خلاف على بعض دور العباده اللي انهدمت، ولكن اتكلم حتى عن اللي بنتها الدوله. ليش ما ناسس الى مرحله معينه؟ فبراير كان منعطف، وخلي من هذا المنعطف مدرسه فنيه في السينما، في المعمار، في الادب، في اللوحات التشكيليه، المعجم. شكرا. احنا راح نترك المجال الى الاخوه يعلقون وبعدين ناخذ تعليق سريع على ما تفضلوا فيه الاخوان. هو يعني بالنسبه للدعم، اولا سؤال الدعم هو مو متوفر الدعم طبعا، دي محتاج مثل ما تفضلت دكتور، محتاج جرأة من اصحاب المال ان يستثمرون في المجال دي، يعني طبعا مو تعاون احنا على المجال، يمكن معظمنا يشتغل صار له فتره طويله وحاول يطبق بيبان ان نبي احد يدعم. مثلا انا عندي فيلم طويل ابي احد ينتجه، مو محصله، فيعني اتمنى انه ما يكون احنا يعني ما نحبط، راح نحاول وان شاء الله يعني لو بجهودنا الذاتيه. يعني اذا الحين الفيلم القصير كلف 2000 دينار او 3000 دينار من جيبنا الشخصي، مو مشكلة إذا رحنا بعد طلعنا 100,000 دينار بعد من جيبنا الشخصي، بس في المستقبل يعني. بالنسبة حق سؤال أخوي راشد، طبعا الفترة السابقة فيها الكثير من القصص، فيها كثير من السيناريوهات، فيها كثير من الأشياء اللي المفروض أنها تطرح. يمكن أكثر شيء أنا حاب إني أطرحه بما إني أطرحت جزء من اللي استوى، اكثر شيء حاب اللي اطرحه انه يعني موضوع الوحده الوطنيه، موضوع التضييق اللي صار من الطرفين. يعني انا ما اتكلم عن سلطه او عن يعني معارضه او whatever، الطرفين كان لهم دور كبير في هذا الموضوع، الاعلام الرسمي كان هو له دور، بعض شبكات التواصل الاجتماعي لها دور. ذي المفروض احس انه يطرح في ذي الفتره، بس بعد مثل ما انا قلت انه والله من هو الجريء اللي بيدعم ذي؟ من هو الجريء اللي راح يمكنني ان انا اطلع ذي الصوره؟ فنتمنى يعني هناك في اكثر من فكره واكثر من سيناريو، بس محتاجه شوي صدر رحب يعني. بداية يعني إذا بنتكلم عن شركات الإنتاج في البحرين فهي شركات يعني ضئيلة، ما عندنا إحنا شركات إنتاج مهتمة بهذا المجال،
على الشركة البحرينية اللي تم إنتاجها أو تم تأسيسها مؤخراً اللي أنتجت العديد من الأعمال واللي تم مديرة التنفيذي الأستاذ بسام الدوالي وبعدها الأستاذ قحطان القحطاني. فإحنا عندنا شوي شح في المؤسسات المهتمة بهذا المجال. عندنا إحنا قلة دعم، عندنا ضعف في الدعم. أنا فعلاً ممكن في آخر تجربتين قدرت إن أنا أحصل مثلاً دعم نسبي جداً من المحافظة الشمالية وأنا تكلفت بالتكلفة المتبقية، فهاي شيء جميل أوكي، يعني إن إحنا تطورنا إن إحنا قدرنا إن إحنا نحصل على الأقل ولو شيء بسيط، لكن هذه اللي هو يعني هاي ناحية نتمنى إنها تتبلور من ناحية أخرى بحيث إنها تكون من رؤية واضحة، سياسة واضحة إلى دعم المبدعين، دعم الكوادر، دعم الأفلام البحرينية. نتمنى أن احنا يعني نحصل على الدعم من كل النواحي، الدعم المادي والمعنوي. نتمنى أن احنا الكل يوقف ويانا من وزارة الثقافة إلى الشركات الخاصة، القطاع الخاص وغيره، بالإضافة إلى الشركة البحرينية. الشركة البحرينية للإنتاج السينمائي قدمت دعمها إلى تقريبا عملين قصيرين وما كان هدفها انها تنتظر ربح مادي، فهي شيء جميل وخطوه جريئه وخطوه قويه جدا انها تدعم فيلمين وما قاعده تنتظر اي ايرادات، فهي خطوه جدا جريئه، لكن يبقى الدعم محدود، يبقى الدعم المعنوي والمادي محدود جدا. اخيرا وزاره الثقافه فتحت صندوق دعم الافلام البحرينيه، حاليا وزاره الثقافه قاعده تعمل على انها تدعم المبدعين وتدعم الافلام البحرينيه، هي خطوه ايضا جدا جريئه، وطبعا تم تاسيس هذا الصندوق بناء على اختيار البحرين كعاصمه للثقافه العربيه. نتمنى ان فعلا يعني يتم التفاعل معنا احنا كمخرجين وكصناع افلام سواء من القطاعات الحكوميه او من القطاع الخاص. نتمنى ان احنا نقدم ونضيف الى مملكه البحرين الكثير ان شاء الله. والله صراحة بالنسبة حق الشباب يعني كانوا الأكل كله ما قدرت عندي شيء، بس أنا بالنسبة لي شوي وضعي صعب لأن أنا أشتغل في الأفلام أنيميشن، خاصة إحنا عندنا في الخليج يعني صناعة الأفلام أنيميشن صعبة قليلة جدا، يعني أنا كأشتغل أنيميشن عندي ناس بيشتغلون معاي في الأردن، البحرين هني صعب يعني يمكن ألاقي واحد ولا اثنين وصعب أشتغل معاهم، يبي يوم واحد أشتغل وعقب شهر يجي لك ما في اهتمام لأن مش نبي صبر وفي اختلاف. وإذا بتكلم عن بالنسبة للدعم صعب جدا، يعني حتى الشباب ما ربحنا كأفلام دراما تكون البسيطة صعب إنه يلاقي دعم. أنا شوي لحد الآن عاني بس الحمد لله يعني فضل رب العالمين الحمد لله باجتهادي يعني قدرت يعني أعمل كم يعني عندي عملين فيلم أنيميشن الحمد لله توفقت فيهم. عفوا بس ما جاوبت، احنا قلنا بس البحرينيين ونخطئ، السوق البحريني ما في جمهور، السوق الخليجي على الاقل مع ان الخليج كله بعد جمهوره قليل بالنسبه للانتاج، يعني هالطرق في السوق الخليجيه هو وجود المهرجانات الخليجيه نفس مهرجان ابو ظبي ومهرجان دبي فتح سوق للافلام الطويله. حاليا دبي عندها مشروع دعم وما يعادل 5 أفلام قصيرة، وهالسنة أخوي محمد بعلي مشارك سيناريو إن شاء الله يتوفق ينقل الإمارات حق مشروع فيلم طويل. إحنا تجربة في البداية كون إحنا كشباب طالعين صار لنا تقريبا محمد أخوي إبراهيم كنا نامنا زين، ولكن التجربة مجملة 5 سنوات اللي صار في الحراك السينمائي أو الأفلام القصيرة. أنا أتوقع المنتج البحريني عندما يشوف الجودة ويشوف الأفلام راح تشارك راح يطلع لها عائد مادي هو راح يرابط إن شاء الله مستقبلا راح يدعم. أما بخصوص الأفلام التجارية اللي قاعد تقولي عليها، أي مشروع كان إذا توفرت له المادة الجيدة والسيناريو الجيد والمناخ الجيد للعمل ممكن الفيلم ينجح، مثل ما قال الأستاذ عن قصدك حمد القراصة العدل. اي بس هذا منتج البحرين أخوي، هذا إنتاج هوليوود والت ديزني أفلام، فالميزانية توفر لها ميزانية جيدة. وتحية أخونا أستاذنا الكبير أستاذ خليفة شاهين اللي كان يشتغل في هذا العمل، تجربة جيدة مثل ما أنت قلت، ولكن إن شاء الله يعني إحنا بالاستمرارية والصبر إن شاء الله
بنكون في تواصل، واحنا مو معتمدين على البحرين من ناحيه الانتاج المادي، احنا معتمدين حتى على برا الحين، لان الدعم صار موجود مو من الدوله او من المؤسسات الخاصه، صار الدعم موجود حتى من الخارج، مثل ما قلت لك عندك مهرجان دبي، عندك الصندوق العربي لدعم الافلام، عندك مهرجان الدوحه، مهرجان ابو ظبي، فهي اربع خمس مهرجانات موجوده في الخليج. بس احنا اهم شيء بندعمكم وتكون ويانا ان شاء الله، وان شاء الله بنبيض ايامكم ان شاء الله. إذن لازم يكون أجمل الأيام لم تعشوها بعد. أرجو بس تأخذ إذن بس خلاص. تعطي استاذ خليفة عليكي. راح يجيكم أخمس مداخلات. طبعا أحييكم جميعا على كل الجهود اللي نسمع عنها في المهرجانات العربية والدولية، وهذا شيء جميل جدا. لكن صاير الحديث يدور حول الدعم. دعم تبون دعم تعبون دعم. السينما مو دعم، السينما صناعة، والصناعة في أمريكا أسهمها أعلى من أسهم صناعة السيارات. صناعة مو دعم، صناعة. لكن مثل ما قالت الأخت، رأس المال عندنا جبان، وجبان جدا، مو في البحرين، في الخليج كله. رأس المال مالنا بكاكين وبيوت، يسوون لك عمارات شاهقة وكل شيء، لكن الفن، الثقافة، السينما غير واردة تماما، مشيولة من الذهن، من ذهن رأس المال الخليجي كله، مو واردة. والمهرجانات مجرد دعاية. الآن دبي تعرف في جميع أنحاء العالم فقط لأنها تقيم هذا المهرجان السينمائي. لكن السينما مو دعم، السينما صناعة، وصناعة كبيرة جدا. مساء الخير. أحيي الأخوة الشباب على تجاربهم الجميلة. أنا عندي ملاحظة بسيطة بس، أحد الأفلام لاحظت ان العناوين اللي كتبها ومنها الفيلم كلها بالانجليزي. هل هي مقدمة اجنبي؟ هل هي عدم حب اللغة العربية؟ بس هذه هذا الكلام ليش؟ طبعا بس اضافه حق اللي قاله، اضافه حق اللي قاله الاخ محمود، ان اللغه الانجليزيه فوق والترجمه تحت، يعني المفروض العكس. طبعا انا اهنيكم على الافلام الحلوه، وانتم ابتديتوا الخطوه الاولى، وهذه تسجيل للتاريخ برغم من صعوبته، برغم من الصعوبات المتنوعه، ويمكن معظم الزملاء اللي موجودين مو بنقاد ما عدا خليفة، وكلمته يعني جدا جدا مهمة. لا تضعون الميزانية حجر عثرة، والحمد لله الأخ الفاضل عنده 7 أفلام، فمبارك لكم والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا الأخ الفضلي. أنا أول مساء خير، حبيت أشكركم صراحة، أنتم مبدعين، أكثر مبدعين صراحة. كل شيء يبي له صبر، والكل اللي قاعد يشجعكم، وأنا أعرف طبعاً رغم أن بعض الأخوة يعرفون مجالي، مجال المكياج يعني قريبة حق العمل اللي أنتم قاعد تقومون له، فهاي الشيء صدق يعني، فيلم سينما أو سينما أو التلفزيون أو المسرح شيء ممتع، فأنتوا إنجاز أنجزتوا يعني. أما موضوع الدعم خلوه على الله. شكرا. ما ادري يعني في الواقع شلون اشكركم، يعني مثل ما يقولون السينما راس الفنون او القرن السابق، والسينما متعه ومتعه خاصه وهادفه، وانا تمتعت بالافلام اللي شفتها في الواقع. لكن عندي بعض الملاحظات، يعني ما ادش في المسائل، لان اعتقد المخرجين اللي امامكم جالسين في حاجه الى ايضا
النظرة النقدية اللي احنا شاهدناها هي مهم علشان عملهم يتطور، وإلا بظل نفس الروتين الموجود. يعني أنا من الملاحظات السلبية وللأسف اللي شفتها ما دام الأقوام كلهم قالوا الإيجابيات وكل الإيجابيات اللي قالوا أنا أختلف وياهم، يعني ما في. أول شيء التون الموجود نفس التون تقريبا في كل الأفلام، في تون الحزن هذا نفسه، وحتى الموسيقى التفصيلية نفسه تقريبا. يعني أنا أسأل هل المخرج هو المصور واللي يختار الموسيقى التصويرية، ولا الموسيقار التصويري شخص آخر والمصور شخص آخر؟ هذا السؤال. يعني بعدين أنا لم أشاهد كثيرا، طبعا ما أقدر أنكر المشهد السينمائي. المشهد أنا رأيت المشهد السينمائي في الواقع، ولا أريد الأخوان يسألون عني في لغة الملك صبر الملك، هذا المشهد، هذه العربة هذه وكذا، هذا مشهد سينمائي. أنا حرك يعني الملاحظات هذه مهمة، إن أنت تنوعون أيضا مع أهمية المشاكل المادية والفنية والجمهور. إحنا في حاجة لجمهور سينمائي للجمهور البحرين والخليجي اللي هو الآن ما موجود، يجب أن يتكون. وألف شكر على هذه الشسمة يعني المحاولات، وهو الجميل جدا يعني إذا أخذنا بين الاعتبار على الإمكانيات الشحيحة الموجودة. وشكرا. تفضل. مشاركات جدا جميلة رائعة بصراحة، ولكن لاحظت أن الأفكار جميلة ولكنها سطحية، سطحية التأثير، لا تتعمق في نفس المشاهد. في عنصر جدا مربوط في الجميع اللي شفته، وهو المحاكاة النفسية للطرف الآخر. أنت كمخرج يجب أن ترى تصور تنتج المشهد، يجب أن ترى بعين الطرف الآخر، بعين المشاهد، كيف يرى هذا المشهد. فتحتاج إلى محاكاة نفسية حتى يكون في عمق في التأثير. بالنسبة لعملية البروز أو ظهور يعني الدعم أو إلى شان القلب، أنتوا يجب لازم تواجهون صعوبات وعقبات، يعني لازم تدفعون ضريبة النجاح، وضريبة النجاح أن تدفعها عشان تأخذ بعدين الأرباح. لكن اللي أريد أشير له إن من المهم جدا لو أبرزتم أنفسكم في مجال الأفلام اللي على شكل مسجات 45 ثانية أو دقيقة ونص 90 ثانية، بحيث إن هذه الأفلام القصيرة جدا كنوع من إبداع تحمل مسجات عميقة، تستطيع أن تبرزكم أول بصورة سهلة وسريعة للجمهور. إذا الجمهور حبكم راح تتولد عملية الدعم عند الآخرين، والمسؤولين هم من ضمن فئة الجمهور ترى أيضا راح يتأثرون، ما يفرق يعني هم مثلنا مثلهم راح يتأثرون أيضا بهذا الشيء. فأعتقد أن هذه يعني عرضة للمشاهد بشكل مستمر، كل مرة أشياء جديدة راح جدا يكون له دور في إن الحصول مستقبلا تهيئة قاعدة سوقية الحصول من خلال التنويع. شكرا أخي الكريم. نأخذ آخر ثلاث مداخلات فاضل ونرجع لأحمد سيف. خذ المداخلات الأخيرة ونجونا راحتها. فاضل تفضل. أشكر الأخوة المخرجين وأحيي فيهم هذه المبادرة الطيبة. بالنسبة لل يمكن أختلف يا أبو هذا شوي في موضوع الدعم والتمويل، صح إن هي صناعة، ولكن يعني في أخبار يعني قرأناها قبل فترة دعم تمكين لبعض المشاريع الشبابية في مجال المذيعين كأنهم، وممكن الاستفادة من ميزانية التمكين. احنا عندهم تقريبا 87 مليون حق 2013، فهذا لا يمنع ان نستفيد من هاي المبادرات. بالنسبة لوجودنا طبعا بيكون دعم، وانا يمكن اختلف مع الاستاذ، يعني
الأخ عمار الكويتي ذكر المخرج عباس كيارستمي، وهو من مشاهير في مجال الإخراج السينمائي. مثل ما يقول أمين صالح، يعني يمتلك هذا الشخص يعني إحساس حاد جدا في التراكيب البصرية والصوتية. وهو بس أتمنى يعني من الأخ عمار يعني كل ما تقترب من كيارستمي لا تبتعد عن القاعدة، لأن أعمالا النخبوية. شكرا. قبل الأخير السلام عليكم شباب. شكرا. أنا بس الأخ ملاحظة على اسم صبر الملح، يعني أتمنى لو تجلس مع أمك العودة وتعلمك الأغاني التراثية أو الأغاني القروية، يعني هو عود ممتاز جدا، بس بارد العود يعني قايل وترينبو أو إنه قايل بان الصبح أو إنه يعني وبعدها أنتوا كل أبوكم. يعني أنا أتمنى لما يكون الفيلم بحريني تكون الموسيقى المصاحبة بحرينية. يعني أنا ما أشوف الغرب يستخدمون تفجيري أو يستخدمون فنون، يعني فأنا أتمنى أن تكون الخلفية على أساس كنا نشم رائحة البحرين. يعني وأشكرك. آخر مدخلة، آخر واحد سيد عدنان، عندي يمكن ملاحظتين. الملاحظة الأولى يعني يمكن من تجارب احنا نشوف التجارب الأجنبية بالتحديد إلى الأفلام القصيرة، دائما ما يغلب عليها المسج السريع ولا ما يكون فيه خلنا نقول حوار صوتي أو لآخر هاي الأمور وتوصل المسج. ونشوف إحنا اليوم تتناقل في التلفونات في اليوتيوب الآخر، فتلاقي شعبية كثيرة. ليش ما إحنا نميل إليها كثير؟ يمكن شفنا الأصوات إلى حسين الرباعي وشفنا الأجيال هني، هاي فكرتين طيبين. ليش احنا ما نميل لها؟ ما ادري التكلفه طبعا شلون تكون فيها، يبقى هي التكلفه موضوع ثاني، بس انا اعتقد يعني الافلام القصيره هي جانب فيها جانب ابداعي اكبر، لان لما توصل مسج. هل لان احنا عرف نميل واجد لان احنا نتكلم والاخر الامور ياثر علينا؟ هاي بعد السؤال لكم. الشغله الثانيه يعني دائما بعد نهايه موسم المسلسلات في رمضان طبعا دائما يكون النقد على ان ليش قاعد نحن نشوف المسلسلات كلها يغلب عليها التون الحزين، يعني يا صياح احيانا مصايب لاخر. حتى في الافلام القصيره انا اشوف الشباب بعد ما يلي هاي الامور، ليش ما احنا بعد نجنح للجانب الثاني الجانب الكوميدي؟ يمكن احمد في التمثيل في الجانب الكوميدي يعني كان حلو في الموضوع، بس لكن بعد كان في معاناه في هاي الموضوع. فيعني انا في وجهه نظري انه خلنا نغطي جانب ثاني، والناس محتاجه يعني ان تطلع من هاي التون تكون قابليه. شكرا سيد، اترك المجال الى الاخوان يعرفون. طبعا راح اجاوب على سؤال استاذ عبد الحميد. انا التون الحزين، طبعا احنا عايشين في جو حزين من سنتين، ايش تبي نسوي لك؟ نسوي لك فيلم يعني خلي طب مستون وتقول لك بالعربي، وهذا جوابي انا. هو بس فكره ان يغلب على الموضوع الحزن، انا يعني انا بالنسبه لي على الاقل وفيلمي اللي قدمته يتكلم عن 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 شيء انا مريت فيه، يعني مو اي واحد ثاني. الفكره انا يعني اشوف ان ترى انا لازم احكي القصص اللي يعني تمسني انا كشخص. يعني فكره يمكن الاستاذ ذكر انه والله احنا يمكن الشباب كلهم يتفقون وياي كثير، اعتقد ان احنا هي مو فكره ان احنا نبي نظهر، يعني احنا مو مطرب او مغني او يطلع على الساحه على اساس انه يكون عنده قاعده جماهيريه. الفكره ان احنا عندنا قصص، احنا يعني احمد وعمار ومحمد
ومحمد شلون يشوفون العالم؟ شلون يشوفون المحيط اللي هم فيه؟ هي فكره هي الفكره طرح قصص من وجهه نظرنا احنا الشخصيه اكثر مما هي فكره انه والله احنا نبي نروج حق نفسنا، لان احنا مو ممثلين الحين يعني مو نجوم عشان نبي نطلع والله احمد هو طالع في الشارع هو يا احمد. لا الفكره شوي اكبر من 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 من, من قضيه انه والله انتشار او بروز او ظهور. الشغله الثانيه سالفه الحزن بعد احنا ما نقدر نطلع يعني مثل ما تفضل اخوي عمار هاي وضعنا يعني احنا الحين كذي. ف بالتاكيد المتاثر بالمحيط اللي احنا مارين فيه يعني او بالحاله اللي احنا مارين فيها يجب عكس المعاناه. فكره انه والله الافلام ليش ما تكون افلام قصيره يعني 3 دقائق وكذي، هو تصنيف الافلام القصيره من 59 دقيقه ونازل يعني، ولين صارت يعني صارت ساعه تعتبر فيلم طويل. وفي افلام اجنبيه بعد يمكن مو وايد وصلتنا، بس في افلام توصل من امريكا وفرنسا توصل لازيد من مده افلامنا يعني. انا ما اعتقد ان هي فكره ان احنا عرب ونقول وايد نتكلم، بس بعد في نفس الوقت انت لو بتجيب في بعض الافلام مو كل يعني افلام بسيطه وصغيره مو كل شخص يعني اللي مو متعود اللي عينه مو متعوده على السينما ما راح يفهم ايماءات. فاحنا لما نتكلم نقول والله بنعرض فيلم على الجمهور يعني نبي نعرضه والله في تلفزيون البحرين مثلا. نبي الناس كلها تعرف انه ترى والله في سينما في البحرين في قصص في ذي. سؤال استاذ حميد عن قضيه من يختار الموسيقى ومن يختار الذي اضل اتكلم عن نفسي انا شخصيا انا اعطي الموسيقي انه الحريه انه يسوي الجو اللي هو يبيه، بس بفكره انا ابغيها يعني انا ابغي الحاله هذه ابغي النغمه الفلانيه. يمكن انا عندي شويه خلفيه موسيقيه فعشان كذي قاعد احاول ان اوصل له شنو اللي ابغيه في الموسيقى. وطبعا المخرج خاصه مخرج الفيلم القصير يمكن هاي في البحرين اكثر يعني يتدخل في كل التفاصيل يعني في الناس في الحوار في لبس الممثل الاضاءه الموسيقى هو من اي تو زد لانه هو يعني هو صاحب الفكره هو اللي حامل المهمه. لان احنا مو قاعد نتكلم عن انتاج او جهه انتاج يعني مثلا في عمل مقسم فالمخرج الفيلم القصير هو يكون الرجل الاول في صناعه الفيلم يعني. طبعا انا اتفق مع استاذ احمد واخوي احمد في العديد من النقاط اللي ذكرها، بس حبيت ارد على استاذ عدنان. طبعا نتكلم عن ان احنا كمخرجين ليش ما نميل الى بعض القوالب السينمائيه او بعض الاصناف والانواع. فانا اتكلم وارد اقول ان طبعا الابداع ما له حدود، الابداع ما له قوالب معينه. في النهايه في شريحه ممكن انها تحب الافلام القصيره جدا، وفعلا في افلام عالميه قصيره جدا وناجحه، لكن بعد في نفس الوقت في افلام قصيره ناجحه ايضا، وفي العديد من النماذج شفناها في المهرجانات وشفناها في كل مكان، بالاضافه الى الافلام الطويله الدوكيومنتري موفيز والانيميشن الى اخره. انا اشوف ان احنا كل مخرج وين يوجد نفسه بالضبط، هني تكمن يعني الموضوع كله. طبعا مثلا استاذ محمد عنده ميول الى الانيميشن، افلام الانيميشن فقط والافلام القصيره جدا، خلاص هذا خطه وهذا موده. احنا مثلا خطنا لا الافلام القصيره الجنرال العامه، خلاص يكون هاي خطنا مثلا بالاعتماد على ميول نحن كمخرجين، بالاعتماد على ميول كل مخرج كل فنان. شيء طبيعي ان الابداع مثل ما ذكرت انه ما له حدود ابدا يعني، بالامكان ان احنا نبدا في اكثر من مجال، نبدا بالافلام القصيره جدا والافلام القصيره والافلام الطويله والافلام الوثائقيه والافلام التسجيليه، كل هاي القوالب الفنيه والسينمائيه بامكاننا ان احنا كمخرجين بحرينيين ان احنا نبدا فيها ونرضى ايضا الجماهير بشكل عام. حبيت اضيف نقطة اللي هي من الاستاذ، طبعا تكلمت عن الموسيقى التصويرية بالاضافة الى الاغاني الشعبية البحرينية، فعلا
انا اتفق معك وانا دائما حريص في اعمالي ان انا ما اخرج عن بيئتي، لان هاي بيئتي، انا بحريني، هاي بيئتي البحرينيه، انا تربيت بين النخل، تربيت في البحر، هاي البيئه المحيطه يعني اللي تحيط فيني. لكن ان انا اوظف مثلا اغنيه في يعني في الفيلم والاغنيه، طبعا يمكن ان الفيلم ماشي على مود معين، على ثيمة معينة، وفق إلى فكرة معينة وتسلسل معين. أنا ما أقدر إن أنا أضيف أغنية علشان فقط إن أنا أرضي المشاهد، وهي ما بتضيف شيء إلى العمل بشكل عام. لكن أنا دائما حريص على إن العمل يكون من البيئة البحرينية، من البيئة الموجودة اللي عشناها واللي تربينا فيها. من ناحية الأغاني الشعبية موجودة أنا في ذهني، وإن شاء الله عمل القادم يعني أقولها لك إن راح يعني يكون شوي أسلوب مغاير، وراح تكون في إضافة مختلفة من ناحية الموسيقى. أنا ودي مو عن الأغنية، يعني أنا أفضل العزف العود الموسيقى اللي سمعناها تكون من التراث البحريني، من غير القناة يعني. وأنا ودي مستعد أساعدك في ذي الموضوع، أملك ممكنة في طبعا فيك الخير، خير دائما يعني فيك الخير جميعا. لكن في النهايه يعني انا حتى اخترت العود كثيمه بحرينيه، يعني ما حبيت ان انا اضيف مع العود اي شيء ثاني، لا بيانو ولا اي شيء، لان نسق الفيلم ورتب الفيلم بحريني بحت. ما انا مختلف عنهم كلش تمام. بالنسبه للكلام عن الموسيقى انا بالنسبه لي سلاح الاجل صعب ان انا يعني أختار أو أصنع موسيقى لها علاقة بالعود أو العود. بس بالنسبة لأفلام الأنيميشن أنا لازم تواكب، تكون جنرال، قرب الميكروفون أستاذ، ماشي، تكون تواكب مع الفيلم بعد. ما في حرب وفي دمار وفي أساسا بعض الأحداث، يعني صعب إنه أنا أتجه إلى هذا. بالنسبة للدعم يعني خاصة الأفلام الأنيميشن يعني لازم نحتاج دعم. يعني أنا بتكلم عن شغلة بسيطة، يعني إحنا نعرف شركة بيكسار ديزني اللي أول ما بدأت طلعت هم 5 أفراد أو 6 طلعوا فيها 84، هذا نبدأ نشتغل بروحهم، عملوا أعمال بسيطة. من اللي قدر يدعمهم؟ جورج لوكس اللي هو مخرج ستار وور، وهو اللي فتح لهم فسل ودعمهم من بعدها انطلق من الأفراد. فالأفلام الأنيميشن لازم تحتاج دعم لأنها مكلفة من ناحية الأجهزة، يعني إذا ما يعني توقعت من الذين صعب ان ارفع شوي تختلف الصناعه بالنسبه للافلام. شكرا. في ختام هاي اللمسه انا اول شيء احب اعتذر لكل الاخوه والاخوات اللي طلبوا المداخله، لكن للاسف الشديد تركنا الوقت. باسمكم جميعا نشكر الاخوه الفنانين محمد الشويطر ومحمد ابراهيم واحمد الفردان وعمار الكوهجي، نتمنى لهم ايضا التوفيق في اعمالهم القادمه، ان يحوزوا على الدعم المطلوب لمواصله مشوارهم السينمائي. شكرا لحضوركم ونحن نشكركم. الله يعافيك، الله يبارك. I'm going to go to the next one.